Hai! Știi, mult. Să vă... Rafebicu! Azem mșehidin, mărhaba bikum ma fi halqa jadida ma barnamaj safi qalbik, inshallah rabbi safi alqlub, inshallah rabbi jari ala slah, inshallah rabbi ba'd alina alwaba alkorona hadhiya albala hadha, inshallah rabbi farj ala ailatna wa ashabna wa ahalina fi alqayrawan fi beja wa baqiyat alwilayat almawbu'a, kull aldam walmusanda la mashruta lailatna bikull alturuq almutaha والغير متاحة. قبل ما نبدا الحلقه نتاع الليله نحب جست نذكر اللي كونوا الحياه فيها الراعي والرعيه. الراعي والرعيه، احنا الرعيه واللي مسؤولين علينا هذوما اللي هما السياسيين في البلاد هذه، هما المسؤولين على كل ما يصير لاي مواطن في اي شبر من بنزرت البنقردان التطاوين. نعطيكم مثال، معناتها لو كان مراته توجع في القصرين، ايها الراعي انت راك مسؤول عليها قدام ربي. لو كان انسان يموت في باجة، انت ايها الراعي راك مسؤول عليها قدام ربي. نذكر اللي كونه قدام ربي ما ثماش حصانه. تو ممكن عندكم الحصانه، اما قدام ربي سبحانه ما ثم حتى حصانه. كل واحد باش يتحاسب على افعاله قدام ربي سبحانه. ما ثماش انتخابات، ما ثماش فوت قدام ربي سبحانه، ما ثماش هذوما جماعتي وهذوما الحزب متاعي يدافعوا عليا وهذوما الحزب اللي انا كونترو. قدام ربي الكلنا سواسيه، وباش نتحاسبوا على اي حاجه عملناها في الحياه. داكوردو، ننطلقوا في الحلقه متاع الليله، حلقه صفي قلبك. الليلة في صفي قلبك عنا متابعة خاصة لحكاية عايشة اللي عانيت لسنوات طويلة مع مرض السمنة المفرط، الشيء اللي خليها تعيش التنمر. برشا أحداث جديدة في حكايتها ومتغيرات إيجابية. نقف لك من راسك الصبع سيك، نقف لك على الديتاي الكل. 4 شهور 4 شهور 4 شهور. هل حاجه لي انا توليت نخدم وعندي مشروع صغير حليته نخدم فيه وحدي وبقدره ربي، ونخدم عام شريف عنده الكليب نتاعو الاخراني خدمته له انا الموديليست نتاعو. الحلقه نتاع الليله بالنسبه لي انا تنجم تكون مرجع، تنجم تكون بصيص امل في برشا حالات من الياس والاحباط اللي قاعدين نشوف فيهم. من اقوى الحاجات في الحياه أنك تساعد إنسان أنه يواصل دراسته رغم ظروفه القاسية الكل. للموضوع هذا باش نحكيه بأكثر تفاصيل مع فتاة جميلة، الفتاة نحبكم تستقبلوها استقبال حار، اسمها منى. عسلامة اللامونية، فضل اللامونية. يعيشك ربي.
في بالك اللي انت جميله لمونيه. يعيشك ربي يخليك يا مونيه. خليك يا جميل. محلاه شعرك يا مونيه. كيف فضلك سبسب. ربي يخليك. شعرك مسبسب. اي. قال شعر مسبسب. شنو الكوبه دي شنو تتسمى؟ حد شيء. تتسمى حد شيء. تسمى شعر مسبسب. بربي يا البنات ولو اني مش من حقي نتدخل فيكم ما عادش تقصوا شعوراتكم خليه مسبسب جمال المرأة في شعرها خلوه مسيب فهمتني حسير موضوع آخر مرحبا بك لمونة يعيشك ربي كبيرك انت مزيانة يعيشك قلت لك بكري يعيشك لمونة انت منين جيتنا انا أصيلة ولاية سليانة ولاية سليانة ليانة. منين من سليانة من جعفور بالتحديد جعفور وانا جعفور يا بابا على وزن بعض الشيء جعفور جعفور في بالك من اقسم بالله خمتها مره حبيت نعمل كيما هذيك عبود على الحدود حبيت نعمل جعفور في جعفور انا فيلم والله فيلم هكا ولا سيري اسمها جعفور في جعفور هكا في الريف وكذا واجواء وطابونه اصلي ريفية ظني كنا هو كي تجي تشوف 90% من التوانسه اصلنا ريف اصلنا ريف مي برشا عباد ما تحبش اكزامبل كي تجي لتونس لهنا تصطنع ما تقولش لي انا بنت ريف عرفت كيفاش ما تفتخرش بالريف ما نعرفش علاش من لا موطن له لا وطن له ديما نقولها الانسان لازم يعتز بجذوره داكوردو اصله سيرتو صحيتي خاطر برشا تحية للبنات الكل والعباد الكل وفي الاصائل الكل معناها سواء ريف سواء مدينه سواء اي بلاصه اما لازمنا لازمنا ما نخرجوش من قشرتنا، أنت تخدم لهنا صحيح لازمك تبقى على طبيعتك، سي با لابيل باش مثلا أنت تحكي بالقاء، أنا أصلي نحكي بالقاء ما نتقلقش. كل واحد وأصله، كل واحد وفصله، ما لازمنيش أنا مثال تو أنا نسكن لهنا مثلا في تونس، ما لازمنيش نجي نقول لك لا راني نسكن في تونس. صحيح نسكن في تونس وناكل في خبزة في تونس ونعيش في تونس، خاطر مورد العشاء والرزق وكل هنا في تونس، خاطر كان أنت ترجع للبلاد وترجع لقعفور وسليانة والمناطق الريفية كل ما تلقاش فيها خدمة. تبقى برشا عباد بطالة أما يسعوا باش يجيوا لتونس باش يبعدوا على أهلهم على مالاهم على بلاصة اللي يسكنوا فيها هما ما كان هما بيدهم يعملوا لهم خدمة في البلايص اللي يسكنوا فيها هما ما يسعوش باش يجيوا لتونس كلامها صحيح كله كلامها صحيح هذا جانب معناتها أنا نتكلم بالقاء تحترمني أنت تتكلم بالقاء نحترمك زاد ما يوليش تهمة أنه إنسان يتكلم بالقاء هو تربى هكاك هو تربى مثلا ولد ربط ولد باب جديد هو تربى في المرسى هو تربى ولد باردو الكلنا ولد تسعة شهور ما فهمتش ما فهمتش وكلنا توانسة لا منى الله وحد عليك لسانك يغزل ربي يخليك فضلك نتعرفوا عليك منك بيان سور مش أكثر من نتعرفوا عليك وأنا راجعين إي الطموح هو الإيمان بحلمتك والسعي لتحقيقها وهو أنك تحفر طريق مهما كان صعيب وتوصل للي تتمناه منى حلت عينيها بين جبال بارجو من ولاية سليانة قرية صغيرة فيها برشا انقطاع على الدراسة نظراً للظروف الاجتماعية والمادية الصعيبة ونظراً لبعد المدارس والمعاهد على المنازل منى حلت عينيها في عائلة كبيرة العدد لكن مع أبو وأم يؤمنوا بالعلم وحاولوا قد ما نجموا يوصلوا صغارهم يكملوا قرايتهم لكن كما يقولوا ساعات تقف الزنقة بالهارب ولقت منى روحها مجبرة على التخلي على حلمتها إنها تكون مصممة أزياء عالمية لكن طموحها وحب حلمتها خلوها تلقى شكون يقف معاها بقية الطريق ويمن بها وبحلمها ويغير لها حياتها كلياً بين ليلة ونهار به إلا منى نبدأ نحكيه من الصغرى بالكل تولدت في وسط عائلة قداش فيها أخوات مصلي عني بي احنا خمسه معناها خمسه اخوات وماما وبابا معناها سبعه قداش بنات قداش ولاد وليد واحد صغير يقرا سنه ثالثه تويك وعندي زوج اخوات معرسين ربي يفضلهم ان شاء الله وعندي اختي تقرا في المكتب واخويا يقرا في المكتب زيد ولدت كيما قلت لي في قعفور في قعفور اصيله ولايه اصيله معناها مش معتمديه اصيله منطقه البرامه بالتحديد اللي جاها بن علي اونتر بارونتيز باش نحكيو فيه السوجي اللي جاها بن علي دور لو طون قبل في الهليكوبتر هذيك في الهليكوبتر خش خلينا احنا مازلنا مظلومين للتو ولحد الان مازلنا مظلومين على خاطر جينا بن علي بالحق مازلنا مظلومين للتو خاطر نحكيو فيه به به دونك انت من البرامه من البرامه به ونفتخر بهذا ومرحبا بك قريه جايه بين ثلاثه جبال نتذكر البرامه
ثم جبال. جبل برقو وجبل قعفور، معناها جبل برقو اللي جبل برقو الكبير اللي قامت فيه الحرب وقتها. نعم جبل برقو معركة جبل برقو من دراك حكينا عليها برشا في كاش ولا سبلاش. تحيي بربي صديقنا حافظ تليلي اللي هو اصيل برقو، تحيي كبيره برشا ليه. ليه دونك تولدت في وسط عائله فيها خمس اخوات؟ لا احنا المره الاولى ماما جابت ما بين اختي اللي عرسه تويكا، اختي الكبيره قعدت 10 سنين باش جابت رنومه. بين اختك الكبيره؟ لا انا الكبيره، ومن بعد عندي اختي اسمها عواطف، بعد درساف، ومن بعد درساف قعدت بجابت رنيمه 10 سنين. حبس الانتاج ولا عملت بوز 10 سنين وبعد رجعت. بوز 10 سنين مكتوب ربي فهمني ولا وجابت رنومه. رنومة بعد جبت محمد عزيز. بعد جبت محمد عزيز بعد قداش؟ بعد عام ونص عني. بعد عام ونص عني قد الانتاج فهمني ولا؟ يعطيك صحة، جوست حابة تجيب وليد. ونشكر بابا ونشكر ماما ونشكر العبيد اللي تعرفني الكل، معناها حب بابا حب يجيب وليد وكل. تشكر بوك؟ اي نشكر، بدي بحب يجيب وليد تحب نعمل له. فهمتوه ولا؟ امي حابة تجيب وليد نشكر بابا. فهمتيش انا هذه؟ ما هو لا لا معناها قصدي نشكرهم بصفه عامه، مش قصدي معناها مش نشكرهم خاطر جابوا الصغار. نشكرهم. دونك عشتوا في ظروف عاديه؟ ظروف عاديه كايها الناس. لاباس مستوره؟ الحمد لله يا ربي. الحمد لله يا ربي. قريت؟ اي قريت، انا عملت قريت المره الاولى عملت ستيام قريت ستيام عاديه اساسي. بعد حبيت نمشي نعمل فورماسيون، واللي راني في ستيام جايبه معدل على فكره. اما انا حبيت نمشي نعمل معناها نعمل حاجه بلوس، نتعلم حاجه، نزيد حاجه، معناها انا من نوعيتي نحب القرايه، اما نحب نعمل فورماسيون، عرفت؟ نحب نمشي فورماسيون خاطر الفورماسيون اول حاجه قصيره. اي قبل ما نوصلوا للقرايه الساعه. الصغر في الارياف كيفاش؟ عيب. شو تلعبوا انتم في الارياف؟ كيفاش تعديوا وقتكم؟ فهمتني؟ ما نعرفش انا تويك الوليدات الصغار مثلا كل وقت ووقته، وفرق بين الالعاب في المدينه من الالعاب اللي في الريف، فرق بين الالعاب تاع انسان عنده باش يصرف على ولده، انسان ما عندوش. انتم شنو هي انواع الالعاب اللي كنتوا تلعبوها مثلا؟ الوالد شكون يخدم سامح؟ عامل يوم ايوه هذا اسم. وما في الدار كنت قد اي قد ما فماش لحاجه اكثر لحاجه. شنو كنت تلعب مثلا انت صغيره؟ ما نعرفش نلعبوا الكاري. كاري نعرف. كاري ذاك اي. ونلعب زيد خمسة كعبات. خمسة حجيرات هذوك. في مدنين سموها اللقفة. اللقفة. اللقفة اللقفة. اللقفة. معناتها نحطوا خمسة حجرات نهز واحدة وتلقفوا نلقفوا الأخرى. اي والله نفس. شنو هي آخر؟ هذا اللي نذكره أنا. برسك لعبنا كان هذوما، نذكر كان هذوما، حاجة أخرى ما نعرفش، نلعب زادة كالعروسة والعريس، حاجات بسيطة نتاع عبد بسيط. بسيطة عريس. أي حاجة بسيطة، مش كيما توا الصغار نتاع توا تلقاها عمرها ثلاثة سنين، تفهم لك فيسبوك في الإنترنت وما، إحنا قبل ما كانش عندنا إكزام، صحيح أنا مانيش كبيرة على فكرة، عمري 25 سنة، مانيش كبيرة مانيش صغيرة، صافا، أما زادة مش كيما صغار نتاع توا. لا تليفونات، لا أيباد، لا شيء. لا، لا، لا. تمشيش دار شباب؟ ثمش نادي؟ كان حتى احنا بحذينا دار شباب، ساعة دار شباب فيها انت كمبيوتر وفيه كرسي كهو، معناها ما في حتى شيء اخر. والمستوصف نتاعنا اللي بحذينا ما في حتى شيء. فيش كمبيوتر وكرسي في المستوصف؟ ما فيش كمبيوتر وكرسي، فيه شو اسمه؟ زريق. طبيب مش طبيب لما حاله شو اسمه شو يسموهم؟ فرملي؟ فرملي كهو. فرملي منه كل شيء. مستوصف في فيرملي كهو؟ كهو كهو، حتى كان مات واحد معناها لازمو يطلب باش يمشي قداش من كيلومتر باش يوصل القعفور ولا باش يوصل البرق. اي كهو عشنا حياة بسيطة محلاها على الآخر، باللي كتب من ربي سي با لابيل باش نكونوا عايشين أوتقام، وإحنا مانيش متهنيين عايشين محلانا على الآخر، نحبوا بعضنا. إيه وأنت صغيرة ثماش ياك حدث تعد راسخ في حياتك ما تنساش وأنت صغيرة؟ وأنا صغيرة؟ إيه حدث هكا يا اما فرحك يا اما المك يا اما مسك يا اما توجعت وانت صغيره عاديه كانت الطفوله ما ثماش حاجه هكا ما نذكرش حاجه معينه لاباس ما نذكرش مثل حاجه لاباس الحاجه الوحيده اللي انا فرحانه في صغري كهو لاباس هذه الحاجه اللي قعدت لي معناها محليها اللي انا فرحان الحمد لله به وصلت للسنه السابعه اساسي كان عندك أساسي. معدل به اي كان عندي معدل مش به في بالي في زون تاع 12 عادي معناها نجم عندي الامكانيات باش نجم نقرا وتيم سنه ثامنه اساسي به خواتك قراوا بربي سامحني اي قراوا
ما وصلوش كيف نفس النيفو نتاعي ايدا انا اما قرا معناها قرا اي قرا ستيام نوفيام وصلوا باه اختي وصلت ستيام معناها اختي الاخرى وصلت نوفيام كها بوك كان ممن بالقرايه كان ممن بالقرايه اما ما عندوش الامكانيات ما عندوش الامكانيات باش ينجم يقريني الحاجه اللي ما برشا اولياء ما عندهمش ما برشا اولياء تحب يقري وليداته من الامكانيات فما ظروف تسمح فما باهي وصلت للستيام بطلت علاش بطلت؟ لا وصلت للستيام كملت قريت أي؟ قريت سنه ثامنه جبت سنه ثامنه تقني ومعناها ويتياب ونفيام تكنيك اوكي تقني تقني اي معناتها تكوين مهني تكوين مهني يعطيك الصحه قريت ويتياب ونفيام تكوين مهني كيف انا حبيت في البريمير اولى ثانوي حبيت نمشي نعمل فورماسيون اللي نحب عليها انا اللي هي شنو اللي هي ستيليست موديليست لا لا تكنيسيان معناها التكنيسيان في البي تي بي مش في السي بي عرفت كيفاه؟ اكل الامكانيات بابا على قدها معناها ما نجمش انا مثال يقريني انا وينسى اخواتي الاخرين ما تجيش اصلا حتى بابا ممكن يشوف برشا اللي هو ما ينجمش يدفع معايا انا ويدفع مع اخواتي الاخرين لازم كلنا نبقاو نفس الليميت معناها نفس معناها يحب يكون عادل بيناتكم يعطيك الصحه خاطرو يحبنا برشا معناها يحب يبقى عادل ما بيناتنا يقول لك انا حكيت معاه قلت له نحب نقرا الماتير هذه قلت له انا نحب نقرا نحب نمشي نقرا الماتير هذه قال لي علاش ما تكملش في قرايتك اموا تتكلف اقل من اللي بنتي باش تقرا قلت له بابا انا نحب نمشي معناها طموحي غايتي نحب نعمل نحب معناها طموحه برشا في الدنيا ما نحسش فما حاجه مستحيله اما طموحه عرفت كيفاه جت حكيت معاه ما قالها راهو انا ما نجمش مثال قراها هي واخواتها الاخرين لا عرفت كيفاه بربي نفتحوا قوس الطموح الطموح كلمة هاي 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 هذه الكلمة واحدة هذه تنجم تغير حياة بشر الطموح عزيزي المشاهد اللي تفرج فيه أطمح 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 رأي ثم ناس دوب ما يحس واحد طامح في حاجة طموح عنده طموح يبركك تي ليه عملناها قبل ودي يسمع أنا نحب نولي أرشيتكت أرشيتكت تيلي يا ولدي على فكرة ما عادش لحظة نجيت ما عادش فيها يا ولدي نحب نعمل فن فن تتفرج الممثلين يا ولدي يا أنا فن نحب نعمل تاكسي تيلي يا راجل تاكسي شنو يا ولدي أطمح ما عادش تسأل ما عادش تسأل ما عادش تسأل حتى حد خاطر لو كان هما جاو ناجحين الناس هذوك ما همش باركين ما تسألهمش الباركين ما تسألهمش اسأل واحد ناجح ولا انطلق وحدك ما عادش تشاور سيدي كمل في الطموح صحيت عايشك انا نحس الطموح ماهوش حاجه مستحيله تو تعرف علاش القول هذا إيه؟ قلت إيه؟ لك لا اله الا الله محمد رسول الله انا حبيت قلت لك جد في بريود نتاع نوفيام اني حبيت نمشي باش نقرا موديليست جا حكى معايا بابا بصراحه قال لي اخواتك الاخرين يقراو ما تنجمش انت تقرا وهما لا لازمني معناها نعدل ما بيناتكم اخواتي الاخرين يحبوا يقراو عادي ما فماش مش كيفي انا معناها حاجه بلوس حاجه طموح نحب نقرا نحب نعمل نحب نقد من صغرتي راهم لي انا ملي انا صغيره نحب على فكره ذكرتها حاجه ملي انا صغيره نحب نخيط نحب هكا نلبس عبيد حتى باي بابسط الحاجات عرفت غرام غرام ابسط الحاجات مثال نحب مثال هكا حاجه من الفريب نزيدها حاجه نزيدها مثال فص نزيدها حاجه مزيانه نقصها نقصها نزيدها هكاك سبحان الله كل واحد وغرامه غرام تيجي. غرام انا عندي صديقي فهمني ولا فيست تبدا كحله مثلا يصب عليها الجافيل يصب عليها الجافيل يخرجها لوحه فنيه ويتعدى في التلفزه وما يفيق بيه حد هما على فكره راهم والله والله ست الحاجه هذه تضحك ما هي بالحق راهي بالحق الضحكه ما هي راهي بالحق شنو الضحك معناها تو هما يضحكوا اكزامبل كيفاش انت ما يعرفوش ما يعرفوش فيست تصب عليها الجافيل ما يعرفوش السيد فهمتني نعم اختي انت نحترموا بعضنا عايش علاش انت تتفرج شي كاش ولا سبلاش ولا ايه اي نتفرج ايه ما شميتش ريحه الجافيل في داركم اي وانا نقول بها ريحه قويه عادي راجعي الحلقات تو تشوفي ريحه الجافيل تشوفيها شوفان فهمتني قلت لك انا بالحق نحكي لك قصه في برنامج فهمتني ولا الفيست ما عجبتنيش كحله خذيت وتحيه للبانتر سي كمال اللي معانا لهنا يشتغل معانا سي كمال تحيه كبيره برشا ليه هو الديزاينر نتاعي بدون الجبال يرش في الواحد وفي اخر لحظه لانه الفيست نتاعي ما حضرتش في اخر لحظه فهمني ولا لبستها بالجبال هكاك مع لي كونديدا ولي كونديدا نعطيك يجاوبوا على الاسئله وكذا وساعات يطلوا عليه يقولوا لي نشموا في ريحه جافيل فهمني
الحمد لله ربي تعديت حلقه ولا اروح. دونك الهبال الهبال مش وحله مش وحله، الهبال مستحب في الحياه. انت يبدو انك مجنونه ومهبولك وعندك افكار ياسر ياسر، انا نخمم في حاجات ساعات نحسها بيني وبين روحي كي نبقى، نحس حاجات نخمم فيها نحسها مستحيله. نحس مثال باش نخمم، انا نقول انا نهار اخر باش نولي اكبر موديليست في تونس هكاك بيني وبين روحي، اما بشويه بشويه درجه درجه نطلعوا الدروج بقدره ربي. المستحيل ليس مع الطموح صحيت ما يتقابلوش، ليس مستحيل، ما ثم حتى شيء مستحيل. داكور دو ما شيء مستحيل للي يحط في قلبه، مش تقول كلام قول انا باش نعمل هذيك ما تسعاش راك ما توصلش. قول لك انا حاجه منى، انت اي انا متاكد قمره هذه منى بعد اربع خمس سنين عامين ثلاث سنين ما نعرفش مانيش وقعها، اما بعد اربع خمس سنين هذه لو كان ما تلقاوهاش من اكبر الستيليست خاطر ممنا ان شاء الله. راهو الايمان يلزمك تمن يعيشك ميرسي، تمن انه حد ما يعاونك وانك تنطلق وانك باش تحقق حلمك ان شاء الله. كيما بديت باش نكمل بقدره ربي باذن الله. نقدموا شويه باه. بطلت القرايه قلت لا ما بطلتش، زدت ما بطلتش. لا لا ما بطلتش، وصلت نيفو 9 جي قرايه. معناها حكى معايا بابا قال لي مناي راني انا ما نجمش باش نقريك هكا هكا هكا، حكاهم جي اقتنعني بالكلاب اللي قاله لي، حكى معايا اقتنعني بالكلاب اللي يحكي فيه خاطر هذاك هو هذيك هي معناها. اقتنعت بكلام الوالد؟ اقتنعت بيان سور. باهي انا كان ما نقراش ظروف دارنا باش تكون ظروف شكون باش نقرا. لازم يمشي واحد يمشي حسب الظروف اللي هو. انت ترتيبك ترتيبك الثاني في اخواتك؟ لا الاول، انا الكبيره. انت الكبيره اوكي. انا الكبيره. مسؤوليه. باهي. نهار من نهارات نهار من نهارات تجيب حذانا امراه اسمها مدام ريم. اوكي. كل سيف تجيب حذانا، عرفت؟ كل سيف تجيب حذانا غاديك جوست باش تشوف بنيه. تقرب لكم؟ لا ما تقرب لنا. تجيب حذاكم علاش؟ بيرسونيلمون تجيب حذانا احنا، معناها تجي للبلاصه اللي احنا فيها. اوكي. تجي للبلاصه. الدوار هذاك تجي. اي للبلاصه اللي احنا فيها بالضبط، كل معناها من سيزون لسيزون تاع الصيف، ماك تعرف انت فما برشا بنات يمشيو يقراو مثال يقراو في الشتاء، في الصيف يمشيو يخدموا. يمشيو يخدموا فلاحه، عنا زادا نعملوا في الطين والفخار والارتيزانا وكل، فما بنات تعرف تعمل، فما بنات تمشي للفلاحه، فما بنات تمشي باش تعاون روحها تجي لتونس لهنا باش تعاون روحها كشهرين وثلاثه باش ترجع تقرا، عرفت؟ تجي كل سيزون تاع صيف بريسك تجيب حذانا خمسه سنين هكاك كل مره تجي، ولت علاقتنا معاها طيبه ومحلاها. اي هي تجي شنو تعمل؟ هي تجي مثال باش تجيب بنيه، بنيه باش تاخذ تبقى مع الصغار في الدار، خاطر بحكم هي رجلها يخدم في الليل، عرفت كيفاش؟ تخرج تخدم هي بالليل وهو بالليل، لكن تستحق مثال طفله صغيره باش تبقى لها مع الصغار في الليل هي تخرج للسبونات. بقات كل سيف تجي تهز طفله من بحذانا، كل سيف تجي تبقى تهز طفله من بحذانا. ما تحافظش على نفس الفتاه. لا مش ما تحافظش، خاطر تنجم الطفله هذيك تو سيزون هذيا قرات، معناها السيزون هذيا خرجتها هي. مش تهزها تخدمها في دارها. لا لا مش تخدمها، لا مش ماك النوعيه هذيك جمله تتا. معناها جوست قالها مع الصغار في الليل، خاطر قلت لك هي تخدم، معناها هو عم شريف يخدم في الليل، فهمت؟ مع تعرف انت مهرجانات في الليل وحفلات وكل. ما تجي في الصيف تهزك الطفله باش تبقى معاها في الدار، سيرتو باش تبقى معناها مع الصغار في الليل. قلت لي مهرجانات، هو شي يخدم؟ هو شريف علوي. ايه المعلم. ومدام ريم شاكر يا علوي. المعلم تحيه كبيره برشا ليه، الفنان الكبير. هاي هاي بديت نفهم على شكون شكون مدام ريم شاكر جاية علوي. عرفتها عرفتها، هي امراه محلاها على الاخ. وكمل ليه؟ بقات كل معناها احنا وياها بقينا كونتاكت، تجيب حذانا للبلاد غاديك نفرحوا بها باللي احنا نجموا باللي نقدروا عليه، نحطوا له خبز تبونه زيت زيتونه تهز شويه عظام معاه حاجه تعرف. نادر فقير بما لديه. يعطيك الصحه معناها. كها بقات كي جات هي السيزون تاع الصيف اللي انا باش نتعدى نقرا فيها، جات بحذانا للدار كيما اي عام تجيب حذانا، عرفت؟ قعدت تحكي هي وما، انا وقتها ما نعرفش انا وين، مانيش في الدار. قعدت تحكي هي وما، قلت لها راهي معناها بنتي راهي تحب تعمل وتحب تعمل وتحب تعمل، لكن امكانياتنا ما توفرناش باش نجموا نقريوها اللي تحب عليها هي، خاطر بالنسبه لما ماهيش حاجه مستحيله، اما ما تنجمش معناها، عرفت؟ ما تنجمش مثال تجي لبابا تقول له لا انا لازمني نقري بنتي، خاطر احنا ممكن بابا هذاك هو كلامه اللي يمشي. قلت لها كيفاه؟ قلت لها توا سبتمبر، وقتها سبتمبر واللي باش يقراوا السي ا بي لازمهم من قبل، معناها من اوت جوان يبداو معناها يبداو يرسموا الكل، فهمت؟
سبتمبر ديجا صغار رجعوا تقرا والتلامذة رجعوا تقرا، ما فماش بوسيبيليتي باش تنجم تتقيدني ولا باش نجم انا نمشي نقرا في فويي ولا باش نعمل حاجه، عرفت؟ كها جيت حكيت هي ويا قلت لها راهي بنتي نحسها طموحه، انا عاطيه فيها كونفيونس اللي هي ان شاء الله نهار اخر باش تولي حاجه كبيره، هذيك هي اللي نشوف فيها وفي ربي، خاطر خواتي الاخرين يحبوا يقراوا، اما تحس ما ديما لي انا طموحه اكثر منهم، لي انا نحب نوصل اكثر منهم، من صغرتي تربيت على عينيها وتعرفني انا شنو نحب. قلت لها مدام ريم راهي بنتي هكا وهكا 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 وهكا، واحنا ظروفنا راهي ما تسمحش، وبها يحبها تقرا وتحبها تسعى، اما راهو تو خزرت ريم قالت احنا فينا شهر، قلت لها ما في شهر سبتمبر، ديجا التلامذه وقتها بداوا يقراوا، عرفت؟ وانا صحيح في البريود هذيك في اول سبتمبر معني بديت نتاثر في الحكايه، كيفاش انا باش نبطل وكيفاش انا نحب ونحب ونحب ونحب، اللي انا راني نسكن في بلاصه ريفيه محدوده، عندنا طموح معين، عرفت؟ ما لازمنيش نكونوا معناها طموحه اكثر من الحاجه اللي انا نحب عليها. بالله سامحني اختي، هذايا غلط، هذايا انت صحيح، انت تقول فيه صحيح، هذايا هو الواقع. اما احنا تويك نحكيو بين الموجود اللي تحكي فيه انت وبين المنشود. المنشود شيء والموجود شيء، عباره انسان باش يشري لبسه وما عندوش حقها. انتوما مضامين ريتها توزيع الثروات في البلاد، حتى توزيع الاحلام غلط. معناتها ولد الريف ما عندوش الحق يحلم. احلامه قالت لك هاي احلامي محدوده، معناتها لازم تحلم 3/10. انت وين مدينه؟ احلم 7/10. انت وين؟ في الجبل 0.5/10 تحلم. لا نعطيك فيه، ما تحلمش الجمله. ما تقراش تشد الدار، كاني طفله تشد الدار فوا دو، مش تشد الدار تخدم في الديار. وكان طفل يشد الدار يوصل 11 عام يتعلم الدخان ولا النفع. وسنيه بالقريه وبالماء الممسخ الملوث وكان عجبك. والفوسفات هبط له على والديه من فوق فهمني ولا، ويمرض بالكونسير وكان عجبك. هكا مقسمه هي. صدقوني مقسمه هكا. واللي يتكلم اكثر ويعارك اكثر يفك اكثر. واللي راه ثم الجهات، نعطيك معلومه، ثم جهات في بلادنا، ثم جهات في بلادنا ما يهزش صبعه ويقول لك راني محتاج. ثم ارياف في بلادنا يرى عيب انه يتكلم في تلفزه، عليه عيب انه يتكلم في راديو، خل نكمل لك، انه يشكي ما يشكيش، اقسم بالله، وهو يربي في معزه وخرج اجيال واجيال، يقول لك لا 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 ما تعطيني شيء. فهمت شنو نحكي؟ دونك اختي انا ان شاء الله تكون نهايه حكايتك نهايه سعيده، خاطر كي تقول لي حتى الاحلام شلطه شارج احلام، في حين ثم شكون عنده اربع شلطات شارج احلام، من اللي يتولد بيقول واه يسربوا له الاحلام من الصباح لليل ويحققوا له احلام. نعطيك حاجه اخرى، ثم شكون ما في بالوش باحلامه، يجي شكون يحقق له احلامه؟ ولدك سيدي هذا حقق له احلامه، يا ودي ما يحبش احلام، لا حقق له احلامه، يا ودي ما يحبش الطفل احلامه. ما يحبوش في بلادنا. باهي نعطيك حاجه اخرى، في البلاد هذه يفرقوا حاجتين، الاحلام والكوابيس. الاحلام تمشي للاحلام؟ الاحلام تمشي للي يستحق الاحلام، ركز معايا، والكوابيس يفرقوها على بقيه الشعب. يستحق وما يستحقش، اعطيه كابوس هذاك، اعطيه ثلاثة كوابيس هذاك، اعطيه حرقة حبس زطل، اعطيه هذا، يزيدوا زيدوا 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 في الكوابيس، زيدوا في الكوابيس. يطلع شي واحد ولد شعب عنده حلم عمل لك يدقوك المسمار كوابيس. ارجع انت، اقسم بالله هاي بري اختي قلبي معبي، قولي حاجة انت، هذه هي احلام قاعد على روحها بنكة، حاول الله جايتك الاحلام لدارك انت. حتى انت حتى انت كوابيس. هاي حكيت ريم مع امك، حكيت تتا مع امها، قالت لها راهو هكا 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 هكا، شنو هي الحل؟ فازت
تا قالت يا اخي تويكا ما عادش فما حتى شيء، لا باش تقيد لا باش تقرا لا حتى شيء، ربي شنو باش نعمل. وهي مروحه من البلاد من قعفور، هزت التليفون وكلمت بالزهر مدام بوثينه اللي هي كانت تقري في سونتر فورماسيون تاع اريانا. قلت لها يا مدام بوثينه راهي فما طفله نحس فيها فما امل فما تشجيع، ما حليها طفله حسب تحكي لي عليها امها محلي. وتعرفني راهي نحكي انا وياها وبالقدا معناها نحكيو بالقدا. قلت لها مدام بوثينه تو سبتمبر كيفاش باش نعملوا احنا تو معناها صاي يرحم والديها لحد الان نشكرها. قيدتني في السنتر اللي هو وقتها نورمالمون ما تنجمش تقيدني، قيدتني في السنتر مشيت معناها قيدتني في السنتر وكل شيء. وكلمت ريم قالت لها جيبها البنيه وكل، مشيت تا للقعفور وين كنت نقرا انا غاديك، خذيت الاوراق من غاديك. عندي سؤال. نعم. مدام ريم. اه. هزتك على اساس بنيه باش تونس صغيراتها ولا هزتك على انا اساس؟ هزتني على اساس تشوف فيا فما امل، معناها على اساس هزتني باش نمشي نقرا عندها. امنت بحلمتك. امنت بحلمتي. بربي لحظه، تقرب لك؟ لا. جارتكم؟ لا. من العائله؟ لا. تعرفها قبل؟ لا. هذوما هما، هذوما اللي انا مره عملت فيديو قلبت الدنيا. هذوما هما وقت اللي قلت ثم ناس بعاد. بارتاجيت هذيك. اي. اسمعني، ناس بعاد ويحسونا وناس قرب ما يحسوناش. هذه المرأة اللي جاية اليوم هي هذه نحكي عليها أنا، هاي مثال باهي. كها مشات تشاورت مع عائلتها، معناها تشاورت مع رجلها، تشاورت مع أمها قدموا لها تحية تتنا جيت وأختها أسماء وخالي صاحبي وخالي وليد اللي هما خواتها وعم شريف اللي هما خواتها خاطر هي تسكن. شكون خالك الصاحبي؟ خوات ريم. آه وليد تعيط له خالي؟ خاطر انا وحده من العيله بريسك. يا خويا خنقوم انا خويا خنقوم. هي ماي متربيه زاد هذه، ماي هذه بنت اصل. ماي هذه بنت اصل، تو انا نعرفها هذه ما نعرفهاش، نعطيكم معلومه على هذه. هذه لا تغدر لا تخون. ما نعرفهاش انا ذي. اما توصل تقول خالي الصاحبي لو مش خالها. على خاطر المراه هذيك انا فهمت القصه ولات امها. واصل. مشيت تشاورت مع عائلتها اللي هي معناها تسكن معناها قريبه من دارهم. تشاورت رجلها وكل وقريبه من دارها، معناها انا بريسك نسكن مع امها ونسكن مع هي خاطر في نفس الدار عرفت. تشاورت معاهم وقالوا لها مرحبا بها وما فهمش حتى مشكله، حكيت معاهم استقبلوني اللي هما نورمالمون يقولوا كيف معناها طفله شكوني شكوني كيف شنو صار شنو على فهمت كيف معناها استقبلوني قالوا مرحبا بها وكل قبلوني يرحم والديهم. مانيش ناكره هذا خاطر صحيح احلام على الاخر. مبروك وحده من العيله. وانا ديجا وحده من العيله بعدين وحده من العيله بريسك نقول لك الشهر الجاي نعمل معاهم 10 سنين. صلي على النبي. 10 سنين معناها. صلي على النبي. الشهر الجاي. وعلى فكره كيما اليوم انا تخرجت وخذيت البي تي بي موديليست تكنيسيان سوبيريور كيما اليوم تخرجت. لا عاد هاي خويا. ومونسيون على فكره جيت الثالثه. جيت الثالثه. جيت الثالثة. إيه أول نهار خرجت فيه من داركم. أول نهار خرجت فيه من دارنا مانيش فاهمة حتى شيء، معناها جيت. قداش عمرك سامحني وقتها؟ 14 15. طبك المراهقة. معناها في صغري. مش سهلة. إيه في صغري. إيه. أول نهار جت التاء كلمتني قالت لي منى وين؟ قلت لها راني في الدار. قالت لي إيش تعمل؟ قلت لها حتى شيء، قالت لي حضر روحك أنا جاي. مانيش عارفة ماما ما حكيتش معايا ماما باش تقول لي راي هكا هكا هكا. ما وتتش باش تحكي معايا، جست حبت نعرفش ما حبتش تعطيني امل اللي هي بالحق ولا خاطر ما كانتش تعرف في سبتمبر باش نرجع نقرا ولا ما حبتش ما تجي تحكي معايا باش تقول لي راني حكيت مع ريم وراه هكا وهكا وهكا فهمت، ما حبتش تعطيني امل في الفارغ خاطر انا كنت تعطيني امل وترجع نعرفش فهمت. جيت مدام ريم ما يرحم والدها، جيت غاديك بحذانا للدار هزتني جت البابا اقتنعت وقالها انا كيفاش نعطي بنتي ما صحيح نعرفوك وصحيح محليك وصحيح قديش من عام معناها تمشي على البلاصه وتجي كل اما كيفاش انا باش نعطيك بنتي كيفاش ما عرفش شنيا كيفاش فهمت كيف بوك هذايا بابا بيان سور هذايا راجل هذايا راجل هو مش مزيع عادي وليش زاد واحد فهمت ما فهمتوني ولا معناتها اللي مش مزية انه انسان يقول لا لا عايشك بنتي مش مزية اما هذا يا راجل تعرفوش علاش على خاطر ثم اباء هي تقول له نهز البنيه يقول لا عايشك قداش شهريه اقسم بالله
قداش باش تعطيني فلوس على بنته يرحمها؟ بابا عمره ما قرى وربى. اي 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 بي. اما قعد يحكي هو وياه، قالت له راني انا مدام فلان بن فلان، انت تعرفني راني ما عندي حتى شيء، تحب تجي تطل على بنتك في اي وقت، انا ما عنديش غايه باش نهز بنتك باش تخدم عندي ولا باش تعاوني ولا باش تعمل لي اي حاجه، جست الطفله نشوف فيها احلامك هاو، خاطر هي على فكره. سؤال. نعم. انت كي مشيتي بعدها؟ اه. انت تو ماكش تخدمي عندها؟ لا. اعذروني ركزوا معي. في الدار تعاون؟ كما انا كما هي، محل انا نخرج 8 متاع الصباح نجي 6 متاع العشيه. اي مثلا 6 متاع العشيه كي تجي تعاون؟ كان في مقدوري باش نجم نعمل حاجه نعمل على خاطر دارنا ديجا هي معناها دارك. ما فماش بروبليم. ريت الفرق توا، ريت لحظه ها هو الفرق، ها هو الفرق. ريت الفرق توا شنو هو؟ الفرق بين انه انسان يقول لك مرحبا بك في دارك، مرحبا بك في دارك، اوكي؟ وفرق بين اجا اخدم في داري. فرق كبير. لحظه عمرين. ثم شكون يخدموا في الديار ولكن ساعات نحترموهم وصغار ماما. لا اما نحترموا الناس اللي يخدموا في الديار. ثم ناس ساعات يجيو بحذاك لدارك صدقني يتعاملوا معامله كانه يخدم عندك في دارك. لا لا فهمت شنو نحكي؟ هذه مراه انا متشوق اني انا عمري ما حسيت، على فكره عمري ما حسيت لي انا مانيش في دارنا، بالعكس بحليهم على الاخر كلهم بلي باش نحكي لك ممكن برشا عباد تقول لك كيفاش تحكي هكا كيفاش استقبلوها في دارهم اسبوع ما تمسش ما تعملش. انا نوصل نهار السوتونونس نتاعي عم شريف نجي نقول له كيفاش نعمل هذايا كيفاش نعمل هذايا، كيما تقري ايه وحبيب على تقريهم وتحطهم باش تقريهم. انا مثال جيت من عشرة نقرا برشا فرونسي برشا انجلي، نجي هي في الليل في الستة نوصل للدار باش تقري بنتها ساعة ونص في الليل نقرا معاها نقول لها تتا هكا تتا هكا تتا تقريني، حتى عم شريف زاد عاوني برشا في يعمل لي في لي موديل. قداش عنده اولاد سي شريف؟ عنده ايا وحبيب. وانت؟ وانا. معناتها انسان عنده زوج صغيرات ان شاء الله يربيهم. نحكي لك انا مثلا عندي زوج صغار مسؤوليه ان شاء الله نقدر ربي قدرني اني نربيهم. نزيد نجيب معايا وليد اخر والا بنيه اخرى باش نربيها، مسؤوليه كبيره برشا بصراحه. سيرتو في عمري انا على فكره في ال 14 15 سنه. مسؤولية. فما عباد أخرى تخاف تقول لك. نقول لك حاجة أختي منى، أنا متأكد اللي كونه يعاملوا فيك أنت خير من صغارهم. إي أنا كيما تجيب باكو شيبس البنت تجيب لي أنا باكو شيبس، ما فماش فرق. كيما باش يخرجوا العشية باش يمشوا يعملوا قهوة ولا باش يدوروا ولا حاجة، فماش فرق. توت لا فامي، فماش أنت إكس وأنت إكريك. عمرهم يشريوا ليهم هما يشريوا حوايج. أنا بنتهم، أنا بنتهم، ما فماش فرق بيني وبينهم. ربي صفق عليهم، ربي صفق عليهم. برجولي برجولية 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 يا خويا، هذه هي النقاط المضيئة في الحياة والله. فمش فارق بيني وبينهم، عمري ما حسيت روحي لي أنا مانيش بنت الدار. عرفت أنا نسي روحي. عارف علاش نحكي هيك؟ خاطر نذكر وأنتم حاضرين لهنا، ثم بنية كانت قاعدة في بلاصتك غادي، قالت لي حطوا لي في الفضلة نتاع الماكلة في الكوجينة. أقسم بالله نفرج الجراية قالت في بيتك في الكوجينة، تذكروها البنية اللي جات لهنا ولا؟ معناتها هذوما يا خويا ربي كثر منهم الناس، وهذا مثال حي. وادعوا الناس يتفرجوا فينا يعديوا مساجات نتاع امل، فيديو هذا فيديو نتاع امل نتاع امل، عديوا الموجات الباهيه. رانا في ظرف قاسي جدا، كورونا ووباء وكذا وموت، الله يرحم الناس اللي توفوا الكل، ولكن في وسط هذا عديوا شويه امل. مساج كيما هذا خلي العباد ترجع فيها شويه ثقه. داكوردو باهي. قريت نجحت؟ قريت السي ا بي، عملت فورماسيون نتاع سي ا بي الاولى نجحت، ولكن باش تتعدى البي تي بي لازم تكون عندك نيفو باك، ولا يجوا ياخذوا مثال تقرا سي ا بي لازمك تجي ما يفوتوش الخمسه من الناس ياخذوهم السي ا بي باش تنجم تتعدى البي تي بي، خاطر البي تي بي تقراها كان نيفو باك. باهي. شنو ياخذوا جماعه سي ا بي 5 الخمسه الاولى باش تقرا البي تي بي. قريت البي تي بي نجحت مونسيون، مشوا معايا في السوتونونس، جات دما كل فرحولي نجحت، حققت اني كنت نحلم بيه واللي كنت طاغي. علاش قلت لهم من بكري راهي ما فماش حاجه مستحيله، ما تحسش فما حاجه مستحيله كان انت تحب توصل، ما فماش حاجه مستحيله. ثم حاجات مستحيله، ثم حاجه مستحيله، خلينا نقول ثم حاجات مستحيله. كيما تلقى حد معاك، انت لقيت شكون معاك، انت لقيت ام، لقيت سند، لقيت عرسه، لقيت عين ترعاك، لقيت يد تمدت لك. ثم ناس لا، فهمت ايش نحكي لك؟ انا نقول ربي من فوق هذاك هو اللي مسطر ومقدر الشيء هذا، ولكن ثم ناس لوطه خدمت
الخدمه هذه، معناتها المراه الفاضله هذه وزوجها وعائلتها والانطراج بتاعها معناتها كانوا سبب واسطه. علاش انا نحبك يا خيتي؟ انت اليوم جايه باش تعترف الناس مدولك ايديهم، ثم غيرك يعمل العكس. عليه العكس؟ يعظها يعظها. شنو عليه؟ يعظها، نعطيك مش يعظها، يسك الازرق. ما في باليش، ما مد لي حد وصلت وحدي انا وما عاوني حد، ثم انت ما عليك. به يا ربي يا ربي. معناتها انا بالنسبه لي انا هذه تسمى الوفاء. الاعتراف هو الوفاء عكس الغدار. ولهنا باش نفتح قوس على الغدار. اعزائي المشاهدين، تعرفوا شكون الغدار؟ الغدار الغدار ما ينجمش يكون حد براني، على خاطر حد براني كي يعمل معاك الخايب ما يتسماش غدرة. الغدرة منين تجيك؟ من قريب لك. لحم يشوك. الغدرة منين تجيك؟ من أقرب الناس ليك. وباش نعطي أمثلة، ياما بنات هزوا معاهم بنات باش يوريو الخطيب، في إطار الغدرة هزت الخطيب. ياما رجال ياما رجال هزوا أصحابهم ومعاها الخطيبة وغزر لها بالعين، تتسمى غدرة. غدرة أخيب شعور في الحياة هو الغدرة. نعطيك معلومة، سيبني من الدنيا في الفيسبوك، معاك في الفيسبوك أمي قلوب وجامات وجدورات، وهو غدار. هو غدار غدار، يتلف بالجدورات ويتلف لك بالقلوب وهو ناوي لك على الغدرة. أقسم بالله. شو شو أعزائي المشاهدين، نختم. الغدار هو أقرب الناس ليك، وردوا بالكم. راه ثم الباهي، أما الغدار هما الأقراب. لكن تقول لا امبوسيبل امبوسيبل يغدرني، جبق يعطيها لك. أي حصيله. ما أحلاك أيتها الفتاة الوفية، صفقوا لي عليها. صفقة قوية. في العشر سنوات هذوما هل كانوا على فكره قبل العشر سنوات عايشك جوست على البلاصه اللي نسكن فيها، فما اللي قرا وسعى وصل، فما شكون مازال غاديك في البلاد. علاه مازال في البلاد؟ خاطر فماش مسؤولين يمشيوا للبلاصه هذيك باش يشوفوا طفل صغير عمره 11 سنه ولا 12 سنه ولا 10 سنين يبقى في الدار باش يخدم، باش يعاون عائلته، باش يعاون عائلته باش يوصل. فماش حتى مسؤول يجينا. علاش ما فماش حتى مسؤول يجينا؟ خاطر احنا بلاصتنا مشيلها بن علي قبل، انا مازلت عمري عام، جاها بن علي تو كي نمشيو نشكيو شو يقولون ما وجاكم بن علي. هي كي جانا بن علي احنا شو ذنبنا؟ شنيا ذنبنا باش انتم ما تجوش تسالوا علينا؟ باش ما تشوفوش الماء بعيد علينا 3 كيلومتر ما يوصلناش للدار؟ شنيا ذنبنا؟ دار شباب ما فيها حتى شيء، وصغار قاعده ملوحه في الشارع ماهيش تعمل حتى في شيء، ولاولادنا لحظه لحظه هو كي جاء عمل عمل، اما كعمل ما فماش ريزلتا بعده، هو ما فماش نتيجه بعد ما كلها ولات ثوار. نفس السياق اللي تحكي فيه انت، مدينه الثقافه اتعملت هي في عهد بن علي، بعد الثوره قال لك لا حلوهاش تو تبع النظام البعيد. تو هذاك ابني عمل حاجه تصلح، ابني عليها ابني عليها، واللي عملوا خايب نحيوه. هي شنو هي الثوره؟ ما هو مفهوم الثوره؟ الثوره هو الانتقال من وضعيه سيئه الى وضعيه ما احسن. باش ما نقولوش باش ما نكذبوش ونقولوا ما عملش، جاب حذان عمل أي. عمل صحيحه جات بسيطه، اما عندها وقتها في الوقت هذاك عندها برشا معاني. توا مظلومه، توا مظلومه البلاصه، ما يجيكم حد مظلومة عليه، يسأل عليكم حد. أنا مثال كلمت مرة في الراديو، لا علينا في ذكر الراديو شنيا هو، كلمت وقلت له وقتها جايبين على الماء وما الماء وكيفاش يعملوا الماء، قلت له سامحني نجم نسألك حاجة؟ نجم أنت تعيش ساعة من غير ماء؟
علق علي التليفون، علي علق علي التليفون، خاطر هو مستحيل ينجم يعيش مع غير ساعة، ساعة من غير ماء، أما احنا حياتنا كاملة عايشين من غير ماء، عليه؟ علق عليك مش خاطر ما ينجمش يعيش. أون ديريكت. علق أون ديريكت على فكرة. ديجا وقت يشرب الماء هو، فهمتي؟ أنت ما عندكش ماء، فهمتيني فاش نحكي لك؟ بيان سور بيان سور. احنا سامحني في البلايص، في البلايص لهنا في تونس يقص الماء ساعة الدنيا تتحرب. تقوم وتتقاعد. كلها. قص الماء ساعة باش يقص علينا احنا حياتنا كاملة عايشين من غير ماء ولحد الآن راهو السنتاج الكبير نتاع الماء اللي يجيب لتونس بعيد علينا 3 كيلومتر 3 كيلومتر وقت نمشيو بلاصتنا احنا يمشيو يشكيو يقولوا رانا باش نحبوا على الماء يجيبوا لنا الماء راهي عبد ضاعت من غير ماء تصور انت في الصيف عبد عطشان من غير ماء عطشان من غير ماء تمشي للعين ساعة تلقاها ناجحة عرفت كيفاه يقول لك لا انتم راكم تابعين بن علي برو بن علي بن علي الله يرحمه مشي على روحه احنا شنو ذنبنا باش نتحملوا نتيجه حاجه ما عملناهاش يحاسبوا فيهم على اساس انه الثروات المنهوبه نتاع البلاد الكل عندهم هما معناتها ثروه الريت هذه ثروات البلاد الكل في دارهم فهمت فاش يحاسبوا فيهم معناتها شيء يدوخ واسمعني انتم راهو في في لعبه سياسيه مشيتوا تصفيه حسابات الخاص فيها الوحيد هو المواطن ظهرنا احنا صحيح به اعطيني تو نرجع لي للنجاحات النجاحات نجحت خذيت البي تي بي نتاعي مونسيون ما شاء الله نجحت جوني كل عاونوني في في البي تي بي نتاعي على خاطر نوعيه القرايه اللي قريتها انا في السي بي مش كيما البي تي بي في البي تي بي تمشي اكثر مصروف جامعه عباره جامعه يعطيك الصحه وتمشي اكثر بابي واكثر اوراق والله شويه من عند ما شويه من عند بابا شويه من عند ريم شو امها سيرتو عاونتني برشا بالحق يعطيها الصحه هي توت لي فامي نتاعها عاونتني برشا انا وصلت للتيسيون نشري فيه غالي على الاخر معني عرفت صحيح درنا ما خلونيش راهم يبعثوا لي معني عرفت باللي عندهم وباللي نجموا معني باللي عندهم وباللي نجموا سيزون تاع 3 شهور نتاع الصيف اللي نبقى معني انا ما نقراش فيهم مش تهزني تتا تعلق تهزني الخياطة ولا أوت كوتور مدام عيادي زين شلها تحية تقولي امشي أقرأ في 3 شهور ذوك امشي تعلم امشي أعمل استاج امشي أعمل لك الحاجة ما تبقاش في الدار خاطر ما عندك ما تعمل قصة عليك طول المرة هذه تعمل فيه الويه هاي أعطيوني أعطيوني كلامي للسياسيين أنا أول مرة هذه تعمل في الشيء هذا مع الطفل هذه الويه فسروا لي معناتها شنو 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 ثم ناس تعمل فيه لله من منين من منين ثم ناس طيبين باهيين سمحين فهمتني شنو الطميع اللي فيك انت يا سيدي وليتي ستيليست تصور واحد يخمم 10 سنين تالي يقول نجيب هذايا نردو ستيليست وبعد كي يولي ستيليست ناخذ معاه بورسونتا تعمل فيه لله ظاهره قلت لك في الصيف في الصيف وتخرج راهي على فكره وتدخل وكل شيء في الصيف تهزني نتعلم تهزني نعمل استاج قلت تتا مثال انا راني عام كامل مثال ما فهمتش الغابه هذيك كيفاش تجي نشري بردة كبيره ونحطها ونصور عليها ونهزها لمدام عيادي ولا اللي عديت عندهم استاج كله تقول لي اعمل هكا وقد هكا نتعلم في 3 شهور ذوق نتعلم بطبيعه نخرج نصيف وكل اما نتعلم في 3 شهور ذوق ما نبقاش في الدار ما نبقاش في الدار مثلا نمشي نتعلم في 3 شهور نقرا لونجاج معناها قاعده نعمل في حاجه بلوس بيان به منى توا ريم باش نستدعاوها شنو باش تقول لها؟ باش نشكر ما ساعة اللي هي معناها اللي هي كانت واسطة ما بيني وما بيني وبين مدام ريم باش نشكر بابا باش نشكر مدام ريم اللي هي وقفت معايا في يوم ما اللي باش أنا وصلت للنيفو ذا على فكرة ما قلتلكش حاجة اللي أنا توا وليت نخدم وعندي مشروع صغير حليته نخدم فيه وحدي وبقدرة ربي ونخدم عام شريف عنده الكليب نتاعو الاخراني خدمته له انا الموديليست نتاعو والكليب اللي قبله خدمته له انا الموديليست نتاعو الله اكبر الله اكبر في كوابيس هذه الكوابيس انت عملوا لها مشروع صغير وين المشروع نتاعك؟ في المنزه في المنزه الله اكبر عندي باج وين في المنزه اعطينا عندي باج اسمها ازيور موني انستغرام لحظه ازيور موني اي قداش عندك فيها الباج مازلت من الاول مازلت معناها مازلت كي عملتها قداش 30 بشر 40 لا اكثر فينا 80 تو 80 بشر 80 في ظرف جمعه وين الجراد بسم الله اعزائي المشاهدين عندها مشروع فتاة حالمة طموحة عندها 80 في الباج خلينا نفهم
خلينا نفهم انا، هل انا شخصيه مؤثره في المجتمع ولا لا؟ نجم نتكلم اختي؟ نعرف بالنسبه لي انت مؤثره، انت المؤثره بيدك، اسكتي لحظه. عزيز نقول بشخصيه مؤثره، مؤثره يا اخي انت مؤثره، اسكتي. ما شاء الله. نحب نعرف الليله هل انا شخصيه مؤثره ولا لا؟ التونسي اللي موجودين داخل حدود الوطن وخارج حدود الوطن، اشقائنا في ليبيا، نعرف عن في ليبيا، واشقائنا في الجزائر. انا باش نقول ان دو تروا هجوم. نحب بعد ساعه 300 الف فان لهاتي الفتاه، وخلي تخدم على روحها وتولي عندك باج، فهمتني؟ الباج هذه فيها البوتيك نتاعك؟ فيها البوتيك نتاعي، فيها الكوردوني نتاعي الكل. سيتي جميل المنزاسيس، سيتي جميل المنزاسيس، تعمل روب سواري. انا حاليا توك عندي، ما عنديش برشا، عندي عامين ملي حليت البروجي نتاعي. لبستك باهي تشيش لبستي اي حاجه اي لحظه لا قبل ما نطلب 300 الف، لبستك باهي اي لبستي حدي انا تصنعي تشتاعي انت تشتاعي؟ نعمل في الرتوش، نعمل في الخياطه، نعمل في الكوستيم. كوستيم رجال تعمل؟ اي كوستيم رجال. بالله بديت نعمل في لي روب سواري، معناها العادي مش لي روب سواري. كوستيم رجال موجودين؟ اي فهمت. نحب 500 الف، 500 الف فان كوستيم رجال، كادرور صاحبي هذاك زاده بوكرش كيف هاكا وزن ثبت فيه، فهمني ولا ايه؟ هذاك زاده لازمته كوستيم داكوردو. دونك امان عاونوني على الباج هذه، ازور مونا سيتي جميل منزاسيس. جميل المنزاسيس، تو تشوف العالم الليله ماك باش تفهم حتى شيء، حتى شيء. انت عندنا ناس يتفرجوا فينا فاعلين. طب بعد نعطيك الكارد فيزيت نتاعي. تحيه كبيره برشا لهب، ان شاء الله ربي يجيبك السواب. يعيشك. تويكا باش نستقبلوا لا ريم، فهمني ولا؟ وانت الليله باش تكرمها. اما حل بلي باش نكرمها مانيش باش نوصل. تو نحاول، تو نحاول. في بالك تو بدا، تو عندك 20 الف، تو في الباج، تو 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 تو. نحس صدقوني تبع البرنامج كي تعد وادخلوا للباج تشوفوا. هيك الباج ما زلت من الاول، معناها ما زلت. لا تو عندك 20 الف، تو انا قلت لك تو في اللحظه هذه ثم 20 الف في الباج. اها هاي نستقبلوا لريم.